السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم دكتورة وسام نبهان، مدرس تشريح بكلية الطب جامعة الزقازيق. ان شاء الله النهاردة هبتدي معاكم العملي الخاص بالسكال. هندرس فيها الديفرنت فيوز بتاعة السكال، وبص عليها من كام وجه، وهناخد فيها ونتعرف فيها على الامبورتنت لاند مارك اللي موجودة فيها والمطلوبة منك ان شاء الله في العملي. بداية كده لو جيت ابص على العظم بتاع السكال، هلاقي ان السكال هو السكيلتون اوف ذا هيد، هو دوت السكيلتون بتاع الهيد، عبارة عن لور موفابل بارت بسميها الماندبل، تمام، اللي هو عظم الفك السفلي، وهو ده الجزء المتحرك في السكال، وبقية السكيلتون بيبقى معمول بعظم السكال، تمام، وده بيبقى حوالي 21 عظمة بيعملوا articulation together. المفاصل دي بتبقى بفايبرس جوينتس، طبعا الفايبرس جوينت دي بيبقى ليميتد موفمنت خالص، ما بيبقاش فيها حركه كتير عشان تسمح فقط بالجروس بتاعه السكال من الفيتس لغايه لما يوصل للادلت، وبعد كده بتقفل تماما. نبتدي ناخد الديفيجنز بتاعه السكال. تقسيمه السكال بقى يا جماعه هتتقسم الى جزئين، الجزء الامامي اللي بيعمل عظم الوجه دوت بسميه فيشيال سكيلتون، الفيو اللي انتم شايفينه دوت بسميه فيشيال سكيلتون، تمام، ده الجزء الامامي بيتكون من لور موفابل بارت اند ابر فيكسد بارت اللي بيكون عظم الوجه كله على بعضه بسميه فيشيال سكيلتون، لكن اللور موفابل بارت بيعمل الماندبل والباقي بيكون عظم الايه؟ عظم الوجه، تمام. طيب بقيه السكال بقى يا جماعه اللي هي بتمثل الابر بورت والبوستيريور بورت بتاعه السكال دي كلها بسميها كرينيوم، كرينيوم لانها بتعمل انكلوزنج على البرين. طبعا الجزء بتاع الكرينيوم ده بيبقى له اسم تاني لو قابلكم برضك اسمه كالفيريا، كالفيريا. اذا احنا عندنا دلوقتي السكال بتتقسم الى جزء من امامي اسمه الفيشيال سكيلتون، وده اللي هو الموفابل بارت وابر فيكسد بارت. ابر فيكسد بارت بيعمل عظم الوجه، اما بالنسبه للور موفابل بارت بيعمل المانتبول، وبقيه السكال يا جماعه بسميها الكرينيوم، بتعمل الابر والبستيريو بارت اللي هو انكلوزنج على البرين، وده بسميه كالفيريا، تمام. طيب هنيجي بعد كده بقى يا جماعه عشان نوصف السكال لابد ان انا اقسمها لاوجه. يعني ايه اوجه؟ يعني الوجه اللي انا ببص عليه، تمام، هبدا اوصفه. طيب انا هبص اول حاجه الوجه، يعني ايه كلمه وجه؟ كلمه وجه يعني نورما، نورما يعني كلمه وجه، تمام. فانا هبص على الوجه بتاع السكال من قدام فهسميها النورما فرونتاليز، نورما فرونتاليز، نورما يعني وجه وفرونتاليز يعني هبص على السكال من الانتيرو اسبكت بتاعتها، الوجه اللي انتوا شايفينه ده. طيب افرض انا حبيت الف السكال كده وابص عليها من الجنب، تمام، فانا هسمي الجزء دوت يا جماعه اللي هو اللاترال بورت بتاعها ده بسميه نورما لاتراليز، نورما لاتراليز يعني ببص على اللاترال فيو بتاعه السكال. طيب لو انا لفيت السكال كده وعايز ابص عليها من البستيرو اسبكت بتاعتها، تمام، يبقى الفيو ده هسميه ايه؟ نورما اوكسيبيتاليز، نورما اوكسيبيتاليز، تمام. طيب لو انا عايز ابص على السكال من فوق، طبعا السكال دي مفتوحه، هو المفروض ان احنا عليها كاب من فوق كده اسمه سكال كاب، تمام، اللي هو بيبقى بالشكل دوت زي ما انتم شايفينه كده، ده الكاب بتاع السكال بيبقى متشال عشان نقدر نبص عليها من جوه ونعرف الفيتشرز. فلو انا هبص عليها من السوبيريور اسبكت اللي هي الشكل دوت بسميه ايه يا جماعه؟ بسميه نورما فيرتيكاليز، نورما فيرتيكاليز، او احيانا نقول عليها سكال كاب. وطبعا احنا هناخد شكل السكال كاب من السوبيريور سيرفيس بتاعتها من فوق، ولما افتحها من جوه هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا هي ممكن تجي لكم فوتو او ممكن تجي لكم ايه بون على حسب المتوفر عندنا، لان مش بيبقى متوفر منها عدد كبير حاليا. انا هشرحها لكم على الفوتو وان شاء الله هجيب البون بتاعها وهبقى اشرحها لكم في فيديو والحقه بالايه بالفيديو دوت، تمام. طيب لو انا بقى شلت السكال كاب دي، الفيو اللي باقي لي ايه؟ ان انا ابص على الايه؟ على الكافيتي ده، الكافيتي بعد ما شلت السكال كاب بسمي ايه الكافيتي ده؟ هو الكافيتي ده عامل البيز بتاعه السكال بس من جوه، فبسميه ايه؟ نورما بيزاليز بس انترنا، انترنا. يبقى الفيو اللي انتم شايفينه ده اسمه نورما بيزاليز انترنا. طيب لو انا هبص على البيز دي قاعده السكال بس من تحت، فسميه ايه يا جماعه؟ اسميها نورما بيزاليز بس اكسترنا. يبقى اذا نورما بيزاليز ممكن تبقى من بره اسمها نورما بيزاليز ان اكسترنا، وممكن تبقى من جوه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ويبقى اسمها نورما بيزاليز ايه؟ نورما بيزاليز انترنا،
تمام. يبقى اذا تاني الفيوهات اللي انا هبص عليها من السكال، اول حاجه هبص عليها من قدام من انتيرو اسبكت هسميها نورما فرونتاليز، هبص عليها من الجنب هسميها نورما لاتيراليز، هبص عليها من البوستيرو اسبكت بتاعتها هسميها نورما اوكسيبيتاليز، هبص عليها من فوق تمام سوبيرو سيرفيس هسميها ايه يا جماعه، هسميها سكال كاب او هسميها نورما فيرتيكاليز تمام. بعد كده هبص على البيس بتاعتي من جوه هسميها نورما بيزاليز انترنا، ومن بره هسميها نورما بيزاليز ايه اكسترنا. المفروض هناخد كل فيو من دول، هناخد في العظم اللي بيكون الفيو دوت، لو في اي سوتشرز كبيره عايزين نعرفها فيصل ما بين العظم دوت، وعايزين نعرف الامبورتنت لاند مارك المطلوبه منك في الموديول بتاع الاستراكشر اند فانكشن تمام. لان احنا بناخد حاجات بسيطه خالص، مش بناخد ديتيلز قوي في السكال، بس عشان تبقى مقدمه ليك بعد كده في باقي الموديولات تمام. طيب خلينا ناخد اللي هو النورما فيرتيكاليز اللي انا ببص على الايه، ببص على الفولت بتاعت السكال تمام، او بيقولوا عليها السكال كاب، هي السوبيرو اسبكت بتاعت السكال بيبقى بالمنظر دوت تمام. هناخدها دلوقتي فوتو وان شاء الله هجيب لكم الايه البون بتاعها تمام. نبتدي اول حاجه على السكال كاب. اول حاجه زي ما احنا اتفقنا عايزين نعرف العظم اللي بيكونها والمفاصل السوتشرز الفاصله ما بينهم. اول حاجه العظم اللي بيكونها يا جماعه هلاقي عظمه كبيره زرقاء من قدام اسمها الفرونتال بون، فرونتال بون تمام، ده انتيريورلي. وبعد كده على الجنبين on each side هتلاقي البرايتال بون، برايتال بون، برايتال بون، ادي واحده يمين وواحده شمال تمام. وبعد كده هلاقي squamous part of occipital bone دوت بيكون ورا، occipital bone بتكون ورا posteriorly. يبقى عندي frontal bone من قدام، برايتال بون على الجنبين، وبعد كده squamous part of occipital bone تمام، ده بيكون بوستيريور. طيب ايه هي المفاصل او السوتشرز اللي موجوده وبتفصل ما بين العظم دوت؟ هلاقي اول حاجه الفرونتال من قدام تمام، مفصول عن اتنين برايتال من ورا بسوتشرز بالعرض كده اسمه كرونال سوتشر. كرونال سوتشر، افتكر كلمه كرونال خدتوها في المقاطع في الاناتوميكال ترمينولوجي، ان هو ايه اللي بقطع بالكرونال سوتشر بنفس الاتجاه بتاعه، ادي الاتجاه بتاعه يعني بقطع بالايه بالعرض من هنا لهنا وانزل كرونال يا جماعه تمام. يبقى دي كلمه كرونال، كرونال، كرونال سوتشرز هو المفصل او السوتشرز اللي بيفصل فرونتال بون انتيريورلي من اتنين برايتال بون ايه بوستيريورلي تمام كده تمام. طيب السوتشرز التاني بقى هلاقيه حاجه اسمها ساجيتال سوتشر، وده عباره عن سوتشر موجود في الميدل لاين، ودوت بيكون فيصل ما بين مين ومين؟ ما بين الاثنين برايتال بون تمام. يبقى ادي الساجيتال سوتشر في الميديان برين تمام. يبقى اذا ده بردك لو خدت مقطع ماشي مع الساجيتال سوتشرز باسمه ساجيتال بلين، لو خدت مقطع ماشي مع الكرونال سوتشر باسمه كرونال بلين تمام. طيب نيجي بعد كده اخر سوتشرز موجود عندي اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه لامدويد سوتشر، اهو شكل الثمانيه ده بسميه لامدويد سوتشر تمام. لامدويد سوتشر يبقى عندي كرونال سوتشر فاصل الفرنتال على اتنين برايتال، ساجيتال سوتشر فاصل اتنين برايتال عن بعض، وبعدين لامدويد سوتشر فاصل الاتنين برايتال عن مين يا جماعه؟ عن السكويمس بارت اوف اوكسيبيتال بون تمام. طيب ايه تاني المفروض انا عايز اعرفه؟ التقاء السوتشرز دي يا جماعه لو احنا بصينا كده الكرونال مع الساجيتال بيقابلوا بعض في نقطه، والساجيتال مع اللامدويد بيقابلوا بعض في نقطه، النقطتين دول مهمين جدا ليه؟ لان هما بيبقى ليهم اسم لاند مارك مهم جدا بالنسبه لي. هنا الانتيريور ده بسميها حاجه اسمها بريجما، بريجما، ومكان الالتقاء ورا ده الساجيتال مع اللامدويد بسميه ايه يا جماعه؟ بسميه لامدا، لامدا. يبقى عندي قدامي ده الميتنج الاولاني اللي قدام ما بين الكورونا وبين الساجيتال بسميه بريجما، اما اللي ورا دوت بسميه ايه؟ بسميه لامدا تمام؟ تمام. طيب هل التو بوينتس دول سواء البريجما سواء اللامدا دول هل هم بيبقوا مولودين احنا مقفولين كده؟ لا، بيبقى واحنا بيبي او لسه ات البيرث بيبقى مازال لسه المكان بتاع البريجما ده مفتوح. امال المفتوح يا جماعه مفتوح كده من غير ما يبقى مقفول بحاجه؟ لا، بيبقى كلوزد فقط بميمبرين. فتعالوا نرجع كده نشوف لو السكال دي بتاعت بيبي هيبقى شكلها عامل ازاي. اهي ادي شكل السكال اول ما نتولد، بيبقى عندي المكان بتاع البريجما دوت بيكون مكان التقاء الكرونال سوتشرز مع الساجيتال سوتشر، بيبقى مفتوح لسه ومقفول بميمبرين كده يا جماعه، وبيبقى له اسم تاني غير البريجما اسمه ايه؟ اسمه انتيريور فونتانيل، انتيريور فونتانيل. بيبقى شكل الممبرين ده عامل زي المعين كده رومبويدال شيبد، بيفصل ما بين الكورونا وبين الساجيتال، بيبقى لسه الفرنتال بون نصين اهمت وبينهم سوتشر هنا بسميه ميتوبك سوتشر تمام. ويبداوا كل بقى العظم يقرب من بعضه لغايه لما يقفل هذا الانتيريور فونتانيل. بيقفل امتى بقى عند الطفل؟ بيقفل عند عمر تقريبا 18 شهر او سنه ونص تمام. طيب لو رجعنا لورا
بلاقي برضك نفس الكلام، المكان اللي كان اسمه لمضة هلاقيه برضك مازال مفتوح، مازال مفتوح، هو اصلا بيتولد مفتوح، بيبقى مقفول فقط بممبرين، شكل الممبرين ده مثلث او زي ما احنا شايفينه، بيفصل برضك الاثنين برايتال عن السكوينس بارت اوف اوكسيبيتال بون. اسم هذا المكان كان اسمه في الادلت كان اسمه لمضه، لكن في البيبي النيو بورن لسه بسميه ايه، بوستيريو فونتانيل. يبقى في النيو بورن بسمي اللي قدام انتيرو فونتانيل واللي ورا بوستيريو ايه فونتانيل. طيب البوستيريو فونتانيل ده بيقفل امتى بالظبط عند البيبي؟ بيقفل تقريبا، بيبتدي القفل عند من شهرين لثلاث شهور، ويبقى كومبليتلي ما بين تسع شهور لسنه في القفل بتاعه. يعني اللي ورا بيقفل قبل اللي قدام، اللي قدام بيقفل عند سنه ونص، لكن ده ماكسيمم يبقى اخره سنه في القفل بتاعه. تمام، يبقى ده انتيرو فونتانيل وده بوستيرو فونتانيل، ده في النيو بورن زي ما احنا اتفقنا خلاص كده. لكن في الادلت بسميها ايه؟ بسميها من قدام بسميها البريجما، ومن ورا بسميها ايه يا جماعه؟ بسميها اللمضه. تمام. طيب في عندنا ايه تاني المفروض اعرفه فيه السكال كاب؟ لو انا كده بصيت على الساجيتال سوتشرز يا جماعه، هلاقي اون ايتش سايد من الساجيتال سوتشر حوالي 3 ل 4 سم قدام اللمضه، هلاقي فيه خرمين صغيرين كده بسميهم برايتال اميشري فورامين. برايتال اميشري فورامين ايه ديت يا جماعه؟ ده خرم صغنن خالص موجود على جوانب الساجيتال سوتشر حوالي 3 سم قدام التقاء بتاع اللمضه دوت، بيعدي منه فينز صغيره اورده صغيره بتوصل فروه الراس، الاورده اللي موجوده في فروه الراس بايه؟ بوريد كبير تحت الساجيتال هنا سوتشر اسمه سوبيرو ساجيتال ساينس، فده المكان اللي بيعدي منه الاورده الصغيره فسميته برايتال اميشري فورامين. اميشري فورامين تمام. يبقى دي الحاجات اللي عايز اعرفها على السوبيرو اسبكت بتاعه السكال. تمام. طيب لو انا جبت السكال كاب دي من جوه، ايه الفيتشرز المطلوبه مني؟ على فكره احنا لو بصينا عليها من جوه هلاقيها نفس العظم من قدام فرونتال بون، وهلاقي اتنين برايتال بون اهو على الجنبين، والاقي اوكسيبيتال بون ورا سكويمس بارت. مطلوب منك تعرف لو انا بصيت عليها من الانترنال اسبكت بتاعته، في مقدمه هنا يا جماعه في حاجه اسمها الفرونتال كريست، فرونتال كريست ودوت ميديم بروجكشن في الميديم بلين كده اهوت زي ما احنا شايفينه اهو. تمام. ده بيكون موجود في الميدل لاين من قدام بارز لجوه كده يا جماعه، اسمه فرونتال كريست ميديم بروجكشن لجوه. تمام. وبيمسك فيه حاجات مهمه جدا، الاغشيه بتاع المحيطه بالمخ، اول طبقه اللي هي الام الجافيه، بتبعت كده حاجه منجليه الشكل اسمها فاليكس سيريبراي، بتمسك فين يا جماعه؟ بتمسك في الفرونتال كريست دوت الايبكس بتاعته. تمام. بعد كده يا جماعه هلاقي فيه عندي جروف له اتنين لبزه اهو زي ما احنا شايفين، وماشي بطول الايه، بطول الساجيتال سوتشرز، سميته ايه يا جماعه؟ سوبيريور ساجيتال سالكس او جروف فور سوبيريور ساجيتال ساينس. ده مكان كده يا جماعه سالكس كبير من عند الفرونتال كريست لغايه ورا اوكسيبيتال بون عند حته اسمها انترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، المفروض بيمشي فيه وريد كبير اسمه سوبيرو ساجيتال ساينس. تمام. بيمشي في السالكس دوت، فانا سميته على اسمه حاجه اسمها سوبيرو ساجيتال ايه سالكس، سالكس. تمام. يبقى دي الاجزاء المطلوبه مني هنا، ان انا اعرف الفرونتال كريستا واعرف الايه السوبيرو ساجيتال سالكس يا جماعه. طبعا احنا عارفين البون بيكونها الفرونتال والاثنين برايتال والايه والاوكسيبيتال. تمام. طيب نيجي بعد كده للفيو، هضيف فيو واحد كمان على الفيديو ده واكمل بقيه الفيو. الفيو اللي بعد كده يا جماعه اللي هنتكلم عليه هو النورما اوكسيبيتاليس. النورما اوكسيبيتاليس يعني ايه نورما اوكسيبيتاليس؟ اتفقنا يعني ببص على البوستيريور اسبكت بتاعه السكال، هبص على السكال من ورا، البوستيريور اسبكت اوف ذا سكال ديت يا جماعه، فبسميها نورما اوكسيبيتاليس. النورما اوكسيبيتاليس اول حاجه عايز اعرف العظم اللي بيكونها، ايه هو العظم المشارك في النورما اوكسيبيتاليس؟ تمام. وايه هو السوتشرز اللي موجوده ما بين هذا العظم وبعضه؟ وعندنا كمان عايز اعرف امبورتنت لاند مارك مطلوبه مني في الجزء ده. طيب نبتدي اول حاجه يا جماعه بالعظم اللي بيكون هذا الفيو اللي هو النورما اوكسيبيتاليس. اول حاجه يا جماعه هلاقي في عندي، اول حاجه هلاقي البوستيريور بورت بتاعه البرايتال بون زي ما احنا شايفين اهوت باينه. تمام. وبعد كده هلاقي العظمه الزرقاء ديت اللي هي سكويمس بورت اوف اوكسيبيتال بون، والاقي العظمه اللي هي جري شويه او اخضر ديت اللي هي الماستويد بورت بتاع التيمبورال بون. يبقى ظهر عندي جزء من البرايتال اللي ورا، ظهر عندي سكويمس بورت اوف اوكسيبيتال بون، وكمان ماستويد بورت اوف تيمبورال بون، دول العظم اللي بيكونها. تمام. طيب تعالوا نبص عليها هنا اهو، ادي السكال، بص على البوستيرو اسبكت بتاعتها اللي هي النورما اوكسيبيتاليس، اول عظمه بيكونها ادي البرايتال بون اون ايتش سايدز واباف، وبعد كده هلاقي الماستويد بارت من التيمبورال بون. تمام اهي، وبعد كده هلاقي السكويمس بارت بتبقى بيلو اند بيهايند، يبقى اتنين برايتال اباف وان ايتش سايدز، واتنين ماستويد بروسيس بيلو وان اتش سايتس،
وبعد كده below behind هلاقي مين يا جماعه؟ السكوينس بارت اوف اوكسيبيتال بون. يبقى دول الثلاث عظمات. طيب تعالوا نشوف بعد كده السوتشرز اللي موجوده هنا وهتظهر لي. زي ما احنا شايفين السوتشر ده لسه واخدينه من شويه، اسمه ايه؟ اسمه لاندويد سوتشر، بيبقى عامل زي شكل الثمانيه كده، فاصل لي اثنين برايتال عن الايه؟ الاوكسيبيتال بون. الجزء ده بيبان حته منه لغايه هنا تقريبا في النورما فيرتيكالز او في السكال كاب، والباقي طبعا بيبان في الفيو بتاع الايه؟ زي ما احنا شايفين كده معظمه بيبان في الفيو بتاع النورمال اوكسيبيتالز. يبقى اول سوتشر عندنا هو اللاندويد سوتشر فاصل 2 برايتل عن مين؟ عن السكويمس بورت، وبيبقى شكله زي الثمانيه كده. اهي يا جماعه فين الثمانيه بتاعتي؟ اهي اللي انا عاملاها بخط ازرق ديت، ادي اللاندويد سوتشر. تمام؟ واضحه كده؟ لاندويد سوتشر. طيب في عندي ايه تاني يا جماعه؟ سوتشر تاني اهو بيبقى صغير قوي، بيبقى فاصل ما بين الماستويد بارت اوف تمبورال بون والسكويمس بارت اوف تمبورال بون، لان دي عظمه ودي عظمه، فلازم يبقى في مفصل ما بينهم، فانا هسميه على اسم العظمتين اللي مقابلين بعض، اوكسيبيتو ماستويد سوتشر، اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. عايزين نشوفه بردك على السكال، هنا واحد اهو الناحيه دي وهنا واحد الناحيه دي. تمام؟ تعال نبص عليه كده، ادي اهوت اللي انا ملوناه بلون احمر اهو، تمام؟ تكمله اللامدويد اهوت يا جماعه، هلاقي في عندي اللي انا ملوناه بلون احمر ده فيصل ما بين الماستويد ما بين الاوكسيبيتال بون، اسمه اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. طب تعال نشوف الناحيه الثانيه اهو، ادي الماستويد وادي الاوكسيبيتال بون، يبقى الخط الاحمر ده هو مكان الاوكسيبيتو ماستويد سوتشر. لو انا قربت شويه هتشوفوا السوتشرز اهو، اهو شايفين اهو، مش عارفه واضح ولا ايه؟ تمام خلاص. طيب يبقى ده بالنسبه عندي ليه اللي هو السوتشر تاني، يبقى عندي لاندويد سوتشر وعندي اوكسيبيتو ماستويد سوتشر، ده فاصل التوبرايتر عن الاوكسيبيتو، وده فاصل الماستويد عن الايه؟ سكويمس بارت اوف تمبورال بون. طيب احنا كده قلنا العظم اللي بيكونها وقلنا السوتش. عايزين ناخد ثالث حاجه الامبورتنت لاند مارك المطلوبه منك انك تعرفها في الفيو دوت. اول حاجه يا جماعه هلاقي في عندي كده حته ميديم بروجكشن في النص بارز قوي، اسمه اكسترنال لانه خارجي، اكسترنال اوكسيبيتال لانه ظاهر في عظمه الاوكسيبيتال. تمام؟ بروتيوبرانس لانه بارز، اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، هو دوت اللي انا مشاور عليه دوت يا جماعه. تمام؟ بلاقيه فين بالظبط؟ بلاقيه في نص المسافه ما بين اللمضه قدام اللمضه، تمام، اللي هو المكان دوت، وفتحه تحت هنا اسمها الفورم الماجنا. طب تعالوا نشوفه على السكال اهو، بص كده معايا اهي يا جماعه، لو انا عايز اعلم عليه هنا ادي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، شايفينه اهو، هو عباره عن ايه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس؟ هو حته بروز بروجكشن موجود في الميدل لاين ما بين اللامدا، تمام، وانزل تحت اهو وفتحه كبيره تحت اسمها ايه؟ اسمها الفورم الماجنا، هو ميد واي ما بين الاثنين اهو، ادي فتحه الفورم الماجنا وادي اللامدا بتاعتي، في نص المسافة هحط الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس كميديم بروجكشن في النص. تمام؟ يبقى اسمه اكسترنال اوكسيبيتال ايه؟ بروتيوبرانس. اهو يا جماعة اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. تمام؟ طيب ايه تاني فيتشرز بقى عايز اعرفها؟ ان هقف عند الخط دوت عند البروتيوبرانس ده وهمشي كده لاترالي واعمل خط، وامشي الناحية دي واعمل خط. الخط دوت يا جماعة هسميه ايه؟ هسميه سوبيريور نيوكال لاين. superior يعني علوي، ونيوكل يعني الباك اوف ذا نيك اللي هو القفا يعني زي ما بيقولوا. تمام؟ ف superior نيوكل لاين يعني خط موجود في الباك اوف ذا نيك. تمام؟ اهو يا جماعه ادي superior نيوكل لاين، superior نيوكل لاين. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف السوبيريور نيوكل لاين بيبتدي منين؟ بيبتدي من عند الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، ويمشي ازاي؟ ويمشي لاترالي كده يا جماعه في اتجاه الماستويد بروسيس. طيب تعالوا نشوف الناحيه ديت في العظم اهو، اهو ادي يا جماعه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، همشي معاه هلاقي في عندي خط اهو. تمام؟ وطبعا هنا مش يعني واضح الناحيه دي اكتر، او طالع من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. تمام؟ وماشي لاترالي واضح اهو، ايه ده هو يا جماعه من عند الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس هلاقي خط ماشي لاترال ناحيه مين؟ ناحيه الماستويد بروسيسا. هو هنا في حته بارزه في العظم هنا مش طبيعيه، فبالتالي مش ظاهر على الناحيه دي قوي. تمام؟ يبقى اول خط عندي هو طالع من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اسمه سوبيريور نيوكال لاين، وهيمشي لاترالي في اتجاه الماستويد بروسيس. تمام؟ تمام. يبقى دوت السوبيريور نيوكال لاين. المفروض ان انا عندي كام خط يا جماعه؟ عندي واحد ماشي على اليمين وواحد ماشي على الشمال. تمام؟ طيب نيجي بعد كده الخط الثاني، ايه الخط الثاني دوت يا جماعه؟ ده خط ثاني، ده زي ما في سوبيريور في عندي ايه؟ انفيريور، زي ما في سوبيريور في واحد ثاني انفيريور موازي له موجود تحتيه على طول، تمام؟ ادي الانفيريور نيوكال لاين، انفيريور نيوكال لاين، تعالوا نبص عليه هنا بردك في السكال،
هتلاقوه اهوت يا جماعه، موجود اهوت تمام، وهنا ظهر شويه ناحيتي اهو تمام، inferior nuchal line. طيب احنا لو خدنا من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس خط كده يا جماعه، بص بص الخط ده هنلاقيه نازل ها وعدى على حاجه بارزه اهي زي ما احنا شايفينها. ايه الخط ده او ايه الكريستال اللي واضح قوي ده؟ ده اسمه ايه الكريست دوت؟ اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست. ايه ده؟ يعني انا عندي دلوقتي اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس وعندي اكسترنال اوكسيبيتال كريست. ايه هو الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس؟ ده ميديم بروجكشن موجود في النص الطريق ما بين اللمضه وما بين الفورامين ماجنا. طيب لو خدت خط بارز نازل منه هيبقى اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست اللي انا ماشي عليه بالقلم ده. احنا عندي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس لغايه فتحه الفورامين ماجنا من ورا البوستيريور ايدجز بتاعتها، فسميته اكسترنال اوكسيبيتال ايه؟ كريست. يبقى اللاند مارك الاساسي عندي اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، الخط النازل منه اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست، يبقى واضح تمام. في خطين كمان بيبقوا فينت شويه طالعين من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس ومن نص الاكسترنال اوكسيبيتال ايه؟ كريست. الخط الاولاني سميته سوبيريو نيوكال لاين لان هو العلوي، والثاني سميته انفيريو نيوكال لاين لان هو السفلي. ده بيطلع من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس وماشي لاترال في اتجاه الماستويد بروسيس. الثاني تحتيه بحوالي 1 سم او 2 سم تقريبا تمام، ويبتدي من نص الاكسترنال اوكسيبيتال كريست ويمشي لاترال كده في اتجاه ايه؟ الماستويد بروسيس، ويبقى بردك بارلل لمين؟ للسوبيريو. يبقى الفيتشرز اللي انا عايزاك تعرفها في الفيو دوت الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، السوبيريور نيوكال لاين والانفيريور نيوكال لاين تمام. في حاجه تانية كمان عايزاكم تعرفوها، الماستويد بروسيس اهوت يا جماعه، احنا اتفقنا ان هو بيظهر في الفيو دوت تمام. ادي واحد اهوت وواحد الناحيه التانية. لو انا جيت على الميديال سايد بتاعته كده يا جماعه اهي بيبان لي فيها الحته اللي انا عامله عليها بقلم ده اهي، مش عارف باينه كده اهي. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي فصه حته ديبريست شويه، بسميها ايه؟ بسميها digastric nooch. digastric nooch او mastoid nooch. ايه mastoid nooch او digastric nooch؟ ده مكان بيمسك فيه عضله هنا يا جماعه تاخدوها بعد كده بالسيرو بيلي اوف digastric، بتطلع من ايه؟ من الدايجستريك ايه؟ من الدايجستريك فصه ديت، او بقول عليها الايه؟ الماستويد نوتش. موجود فين يا جماعه؟ موجود على الميديال سايد بتاعه الماستويد بروسيس، فالمفروض ان في الفيو دوت يبان لي. تعالوا بصوا عليها هنا على الصوره هنا، ادي الماستويد بروسيس اهو، وادي الدايجستريك نوتش بتبقى على الميديال سايد زي هي يا جماعه، فانا المفروض هطلعها هتبقى هنا برضك باينه لي في الفيو دوت تمام. يبقى تاني هنراجع سريعا كده على النورما اوكسيبيتاليس. طبعا العظم اللي بيكونها اثنين برايتال بون وسكويمس بارت اوف اوكسيبيتال بون، وبعد كده عندي مين يا جماعه؟ الماستويد بارت اوف ايه؟ اوف تمبرال بون. طيب عندي سوتشرز، اللامدويد سوتشرز زي ما احنا شايفينه اللي هو شكل الثمانيه ده، سوتشر تاني ما بين الماستويد وما بين الاوكسيبيتال فسميته الاحمر دوت، سميته اللي هو اوكسيبيتال ماستويد سوتشر تمام، على الناحيتين اهوت تمام. بعد كده مطلوب مني اعرف ايه يا جماعه؟ البروز اللي قلنا في النص ده اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، نازل منه الخط اللي اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست، الخطين اللي طالعين اسمهم سوبيريو نيوكال لاين من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس لغايه الماستويد بروسيس، والانفيريو نيوكال لاين بيطلع من النص الكريست ويمشي لاترالي موازي للسوبيريور في اتجاه برضك الماستويد بروسيس تمام. وبعد كده في الميديال سايد بتاعت الماستويد بروسيس هلاقي في حاجه اسمها الايه؟ الدايجستريك فصه او ايه بيقول عليها الماستويد نوتش تمام كده يا دكاتره. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للنورما اوكسيبيتاليس. هخلي بقى الفيو اللي بعد كده في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا الجزئيه ديت، وان شاء الله اي حد عنده سؤال انا تحت امركم. شكرا جزيلا.